حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم نشيوة سليمان. نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير ان شاء الله يا رب العالمين. وبسم الله، اليوم عندنا معكم البشنيخة ديالنا عاديات زمان، ونتمنى على ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم، وخا كنحسنوا فيها بزاف. المهم كتجي جديدة بكل طريقة، الطريقة هذه سهلة وخفيفة وفيها شي بزاف ديال المتاعب، ونتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله. وبسم الله نمشي المقادير. عندي هنايا 750 غرام د الطحين بالفرص مغربل، عندي هنا واحد 4 غرام، هذه فيها 7، انا عندي زولت منها 4 غرام ديال الخميره، عندي جوج د المغرفات د الخل، عندي 4 ديال المزهر، عندي 200 د الزبده، 200 غرام د الزبده مذوبه، عندي هذا الكاس هنا كيرفد 250 مللتر. بالحق ما كنعملو شي كامل 100%، ما كنعملو شي كامل. عندي واحد المغرفه السكر صغير، وراد القهوه مطحونه حيت طحنت بها شكعيطو المسكه الحره، طحنتو بها حيت ضروري نعملو لها السكر باش كتطحن، وتطحن طحنتها مغرفه صغيره ديال السكر. الملاحه غير واحد الرشيشه، الزيت 4 د المعالق حتى هما، النافع بوحدو عندي هنايا يعني عين نافع جوج مغارف، ما محمرين ما والو، المهم مطحونين بينية على حسب تعملوها. غير هاد التنسيم هذا كيجي فيها مع المزهر مع النافع ومع المسكة الحرة وبينية، كتعطيهم واحد البنة ما عندي ما نقول لكم كيفاش كتجي هشيشة وكيفاش كتجي غزالة. ونتمنى يا ربي تعجبكم، طريقة سهلة. وبسم الله نمشي للطريقة ان شاء الله حبيبي. بسم الله، طريقة بحال طريقة كامل ديال هاد العجنات بحال هادو، عادي في كل شيء، ما نضحكوش على بعضيتنا، عادي في كل شيء. بسم الله، ها الخميرة، المسكة الحرة اللي فيها مغرفة السكر، النافع، المليحة غير شوية، هيدا نواشف مع بعضيتهم، نحركهم شي شوية هيدا، واحد النسيمة كتطلق كتحمق. وهي الصراحة الصراحة هاد البشنيخة ماشي مزيان نعملو لها بزاف د الحاجات، اللي حبو ديك الساعة كتبقى تقطع غير شوية وصافي، ماشي بزاف. نزبقو الزويتة ديالنا، والخل، المزهر، وينيا، أنا كنعمل لها بحال واحد المغرفة صغيرة هيداك معمرة أو لكتر هيا. ودابا كنعملو الزبده ديالنا، وعاد كنشوفو الحليب شنو غادي ندخلو فيها. بسم الله، حيت الحليب على حسب، ما نقدرش نقول لكم لا نص الكاس ولا ربع الكاس، كل واحد كيعرف العجينه ديالو، والعجينه البشنيخه عاديه كلشي كيعرف. ها هي بس غير شويه هيدا مع بعضيتها، من بعد كندلكوها واحد شويه عاود. هذاك الحليب الزبده خليته لتحت، ونعمل الحليب ديالنا. الزبده كنعمل 200 غرام. الحق ملي كندوبها هذيك الحليب ديالها شويش كنخليه لتحت، هاو غير شويه ماشي بزاف. بغيتو تعملوه حتى هو غير الحليب، حنا كنعجنوها بالحليب ما كاين حتى مشكل. الصراحه في الحاجات اللي كيتقلاو، انا دائما كنقولها الحاجات اللي كيتقلاو ما كتعذبش، تسخن الزبده وتردها، هذوك حاجات اخرين. فهاد الحاجات بحال هادو لا، الحق كل واحد، كنحترم الراي ديال كل واحد، كل واحد يعمل لك كيف ما بغى، على قبال هي كنزولوا منها ديك الحليب ديالها، ولكن حنا كنعجنوها بالحليب عادي. ها هي دعنا كنوريها لكم، عملي ساليتها هيدا بالحق، ملي غندلكا نرجع نوريها لكم ان شاء الله. ها هي العجينه ديالي، ما نزيدلاش الحليب، ها بقى لي واحد شويه شي 50 مللتر ولا 40، هيداك ما كنضمنش حتى 40 وقيله شي 30. دابا هادي غادي نخرجها من هنا، ونديها للرخامه ديالي رفينان في الكوزينه فين كنطيب، وغادي ندلكها مزيان ونجيبها لكم تشوفوها.
حبيبي هاي العجينة ديالي دبشنيخة، ها كنعمل هاد الشكيل هذا هيدا مدور الساعة نوريه لكم. ماشي شي حاجة دبشنيخة كنلعبو فيها شويش صافي. ها البشنيخة عادية، أنا كنعمل رقيقة وصغيرة كتعجبني هيدا صغيرة. كل واحد يعمل على الحساب اللي عجبو هو، هاد الشي كيبقى على حسب كل واحد، كيبغي يعملها كبيرة اللي كيعملها صغيرة، نوعو فيها كيما بغيتو. دابا خرجت بالشكالات والنوالات، بالحق كتبقى البشنيخة وكل واحد كيف كيعدل على طريقته. نتمنى يا ربي تعجبكم بالطريقة ديالي، عاود خفيفة وسهلة، وجربوها ان شاء الله تعجبكم. ودابا ان شاء الله يا ربي انا غنوري لكم، مش غنوري لكم حاشا، انا دائما كنقول لكم حاشا نوريكم على قبل الحاجات بحال هادو، راه كيعرفهم اي واحد. اوكي زعما الصراحة مع البشنيخة قديمة بزاف كلشي كيعرف لها، كنزيدو ندخلو التحسنات وصافي، ونطلب على الله تعالى وتبارك تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. ودابا كنطلقها غير واحد شويه هيدا بالمطلق، وكندخلها في الماكينه في الكبير، كنعمل لها هكذا وندور جوج النوبات. عاود الماكينه ما نقدرش نقول لكم، كل واحد على حسب كيف ما كيبغي. بغيتي تطلقها غير بالمطلق تلقاها غير بالمطلق، ما كاين حتى شي مشكل، المهم حتى ترجع الرقيقه تقدر تدوزها عاود في الماكينه. والحمد لله ملي كاين الماكينه حنا نعملوها في الماكينه. ها هي دابا كنقص منها وكنزيد لها الدوره اخرى. ها هي الماكينه، كل واحد وكيفاش واقيلا هاد المواكين كاملين كيف كيف، واحد جوج ثلاثه اربعه سبعه حتى سته. ها هي عاود كنزيدها شويه د الطحين هيدا، ماشي بزاف هيدا. ودابا ان شاء الله عاود كنردها، كنقص ونردها. ها هي حتى كتخرج لي كما بغيتها انا. الا نتوما بغيتوها رقيقه على هيدا، ما كنظنش رقيقه على هيدا كاينه بالحق، كتخرج ديك الساعه ماشي مزيانه. هذا الحجم هذا مزيون، ها هو هاد الحجم هذا مزيون. الا بغيتو تعملوها هيدا، الا بغيتو تعملوها غليطه على هيدا، هذاك الشيء كيبقى انا كنقول لكم على حسب. نقطع منها حيت طويله بزاف، نحيد واحد الطريف هيدا، وهذا عاود نعمل له الطحين. هاد نتوما تشوفوا الحجم ديالها كيفاش نوع، ماشي رقيق بزاف ولكن كتجي رقيقه حسن، كطيب دغيا من داخل ما كتبقاش ناقصه، والصراحه سهله سهله. بسم الله ما دخلتش هذا مزيان العفو. ملي كتكون في الماكينه ويد وحده، بسم الله الله ما بغات تدخل، لا تنعوض. ها هي بنيتي فينا، ها هي دابا. انا قلت لكم الماكينه ضروري خصها جوج د اليدين، ها هو خرج، ولكن احنا ماشيين معاه. ها الحجم اللي كنعمل انا، وكل واحد كنحترم الراي ديالو يعملها كيف ما بغيتو، كيف ما رشقت لكم تعملوها تعملوها. وغير شويه كتقطع دغيا حيت العجينه هشيشه، كتقطع دغيا. كنفرقاي انا هيدا مثلا البشنيخه، ما كاينش اللي ما كيعرفش يعدلها. ها هي القياس ديالها مثلا، عينك وميزانك عاود خلي واحد خمسة ولا ستة، كاين اللي كيعملها كبيرة سبعة ثمانية. أنا كنعمل عيني وميزاني الصراحة، ها عيني وميزاني. ها هي قطعو دابا، ها هي بشنيخة ديالي. نزيد واحدة أخرى، تكيو مزيان هنايا، ضروري تكيو حتى يتلاقاو يدكم، باش ما تفتح ما حتى حاجه، هي ما تفتحش ولكن الاحتياط واجب. شوفي في الرقيقه كتجي غزي ولا رقيقه، انا الرقيقه كتعجبني بالحق. انا كنقول لكم نحترم الراي اي واحد، تغليطه كنعدلها، غليطه على هيدا كنعدلها بحق، كتعجبني هيدا كتجي حلوه الرقيقه. ها نتوما كتشوفوا شوف كيفاش كتجي الرقيقه. ودابا نحيد هذا باش ما نبسلش عليكم بزاف.
وما يجيش الفيديو طويل، راه ملي كنعمل فيديو طويل كيقولوها لي، ولكن ضروري خصك تفهم الحاجه معوطه. ومع اللي كنعمل فيديو كنعمل فيه جوج الحاجات، ما كنقدرش ما نفهمش الناس كيفاش. هادي كنعملها هيدا، كنلويها هيدا، سمحوا لي كنهضر هضره وكنقطع، كنلويها وصافي. ديك الساعه كنبدا نعملها هيدا، كنجيب القنيت هنايا صافي، ماشي شي حاجه. ها هي، عاود كنقطع هنايا، وها هي عندي هنايا البشنيخه البشنيخه منوعه. ها وملي كيتسقلاو كيتعوطوه هما بيدو معاه. هادو الخويطات واخا كنبقاو نقدو كيبقاو يفلتو، ولكن مشيو معاها شويه بشويه، نعدلو حدايا اخرى معاكم. انا واخا كنحيدو، هادي معوطه شويه، ها هي، ها هي حبيبي معوطه. هنايا نتكي، وانا قلت لكم حتى نلاقيو يدنا، كتجي في حد ميعه هيدا، وانا غنمشي معاهم كاملين ان شاء الله هيداك، وملي نساليهم نوريهم لكم. حبيبي ها البشنيخه ديالي، ها هي كنعملها انا غير صغيوره ورقيقه، كتجي فنه. هانتوما كيف كتشوفوها البشنيخه، كتعرفوها كتفرتت. ها الديكور اخر اللي عملت حتى هو كيجي مزيون، هاهما تاهو كيجي مزيون حلو. نتمنى يا ربي يعجبكم، يكون عند حسن الظن ديالكم. ودابا نوريكم كنقليهم، هاهما العافيه في الاول، بحال الشباكيه بحال كل شيء. العافيه في الاول كنعملها تسخن مزيان، في الاخر كنحني منها ونبقى طيبه، واش كيدخل عليها الطياب. هانتوما كتشوفوا شو هادو كيف كيجيو، هادو حتى هما كيجيو فحال الدميعه مزيونين. المهم عندهم كيشكل وصافي، عاود بحال اللي كنعملو لنا البليغه، البليغه كتبقى بليغه كلشي ديالها، ولكن كيعطي المنظر وصافي، كنبدلو ديك الديكور. عاود هاد البشنيخه هايداك، بشنيخه كاين شي اللي ما كيعرفهاش، شي قديمه بزاف كيعرفوها الناس كاملين الحمد لله. وكنزيدوها الحاجات باش كتزيد تحلى وتعطي الرويحه مزيونه وصافي. وهادي خفيفه وسهله، ونتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. هانتوما كتشوفوها، وباقي ان شاء الله غنزيدو نزينوها ونسكسو عليها، وملي نساليها ان شاء الله يا ربي نوريها لكم. عندي هنايا شويه معسل، ها هو عندي هادو معسلين غير شويه، ان شاء الله بديت كنقلي. هانتوما كتشوفوها، ان شاء الله بديت كنقليها، وملي نساليها ان شاء الله يا سيدي ربي نوريها لكم. ملي نكون عاد نزينها نوريها لكم. حبيبي ها البشنيخه ديالي، هادي متلا شويه د الجنجله نعيده في الحويشيه ديالها، كنسيسها في العسل مره ثانيه وكنعملها هكذا، كتجي هايده حلوه عاديه، ماشي شي حاجه عالم اخر. وهادي البشنيخه اللي عملت منها عاود شويه شايده، عندي هنايا البيستاتشو غنعمل لها واحد الشتيتو هنايا هيدا. ها هذا شاطلي من اخو من الحاجه تاخرين اللي عملت، وقلت راه نزينو حتى هو هيدا شويه شويه. ايوا انتوما نتمنى على ربي تعجبكم، وانا نساليها ان شاء الله ونوريها لكم. كتجي فني وانا كنعملها صغيره ورقيقه، وكطيب دغيا وكتساعد في كل شيء والله، وكتفرتت بحال كل شيء، بحال البشنيخه كامله كتفرتت شي شويه. انا عندي هاويه الصينيه هنايا يا اخرى، هانتوما كتشوفوا ها هي غزاله، ولكن عندي هنايا فرتتيناه كتفرتت ها هو الحق، ما عندي ما نقول لكم فيها. شوفوا ها انا نحيد هذا الشيء هنايا غنوريكم. شوف شوف كدب 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 في الطقم، الحشيشه كتحمق. ها شوف شوف ما زيدش فرت بحق، انا هذا ما كنزيبوش، ها تا هو كناكلو. ها
حبيبي، ها شكل النهائي دلبشني خديالي. اتمنى يا ربي تعجبكم بهذا الشكل، كتجي كتحمق انتما كتشوفوها. والبنه ما نعاود لكم شي عليها، خصكم تجربوه. والبشني خت هي فنيونه، انتما كتشوفوا. انا قلت لكم انا ما كنعملهم شي كبارين، من حق كل واحد يعمل اللي بغاته، ماشي صغارين. ها هما ورقي وقيم، كيجيو فنيونين هيدا وحلوين. نتمنى على ربي يعجبكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. انا كنت زعما خمنت انا عامله كامله هيدا، من بعد قلت لنا من نص نص نزوق الطبيصل. ايوا نتمنى على ربي تعجبكم، تكون عند حسن الظن ديالكم. باش ني خامت لها شويه د البيستاتشو في الوسط، انتم كتشوفوها. وهذا عملت لهم شويه د الجنجله في الزنينيطه ديالو. نتمنى يا ربي تعجبكم وتكون عند حسن الظن ديالكم. وجزاكم الله خيرا على المتابعه وعلى الدعم. زيدوا دعموني نتوما وحبابكم وصحابكم وجيرانكم. وعندي في الفيسبوك، عندي في انستغرام. نتمنى على ربي يعجبكم الشيوه ديالي، واخا ماشي بروفيسيونال ولكن شويه بشويه حنا بيدنا باقي كنتعلموا. عمر شي واحد ما يقول معلم، على قبل دائما هذا الشيء بحر، دائما كاين اللي الفوق الفوق. البحر بحر كاين في الكوزينه، راه ما تبحر فيه. ونتمنى على الله تعالى وسبحانه يعجبكم بعدا وتجوزوا رمضان بالصحه والعافيه، ويرفض علينا ربي هذا الغضب ونرجعوا لمن جاريه ان شاء الله يا رب العالمين. ويرجع كل شيء في مطعو، ونرجعوا للخدمه ديالنا، ونخرجوا ندرعوا حبابنا وصحاباتنا وجيراننا وفاميلتنا ان شاء الله يا ربي. والله تعالى وتبارك يعفو علينا ويسمح علينا ويتوب علينا يا رب العالمين، ونكونوا مزيانين ونكونوا تايبين الله تعالى وسبحانه، ويغفر لنا ونرجعوا للطريق شي شويه. ربي يسمح علينا ويعفو علينا وصافي. هذا اللي يقول عيسى، الله يهدينا على بعضنا بعض. ونتمنى يا ربي العالمين نكونوا كاملين مزيانين مزولين الحقد من القلوب ديالنا ان شاء الله يا ربي العالمين. وما تنساوش يا حبايبي، وما تبخلوش علينا بجيم واشتراك، ما تخسروا والو. هذا فضل منكم ماشي امر. نتمنى على الله تعالى وتبارك وتعالى عجبكم الفيديو تشاركوا معنا وتشجعونا ونزيدوا القدام ان شاء الله يا ربي باذن واحد الاحد. بيسيتو حبايبي، ونتمنى لكم تكونوا كاملين بالصحه والعافيه نتوما والفاميليا ديالكم واحبابكم وجيرانكم والمسلمين كاملين يا ربي في ما كانوا، وجلسوا في الدويرات ديالكم حتى يحن علينا الله، حتى يعطيونا التسريحه نخرجوا باش نشفوا دغيا ونخرجوا بحالنا دغيا ان شاء الله. وبيسيتو حبايبي، خليتكم في رعايه الله وحفظه. وبيسيتو كبير وعواشر مبروكه ومسعوده ان شاء الله.